اهلا ومرحبا بكم على قناتي كويزين الفا، واللي مازال ما اشتركش يشترك بالضغط على زر سابوني ثم زر الاشعار باش يخليكم تتوصلوا جديد القناه، ونبدا مع بعضنا حلقه جديده ووصفه جديده. اهلا ومرحبا بكم. اليوم فكره منهيش تاع تطيب، لكن فكره لطاوله العيد. هوني حضرت لكم طاوله العيد واجواء العيد، وان شاء الله ايامنا كلها اعياد وافراح وكل، واحسن الاعياد هما اللي عنا عيد الفطر وعيد الاضحى، هذاك علاش يلزمنا نحتفلوا بيهم كما يجب. هوني اخذت لمبايل هذوما الكبار نفختهم وحدي، وكتبت عليهم بالفطر عيد فطر مبارك وعيد سعيد، وعلقتهم بالخيط، الخيط في السقف ما نعرفش كان ظاهر ولا مش ظاهر، هاكا الخيط ما يطرش بالكدي. وهذه الطاولة زينتها بلامبيل كيما تراو هكا. وش حضرنا؟ حضرت لهنا معمول، عملت معمول محشي بالشوكولاتة. هوني البقلاوة المبرومة، الكعابر، كعابر اللوز، تلقاوه كل شيء، كل شيء اللي باش تلقاوه لهنا الكل تلقاوه في صندوق الوصف، معناها الوصفات اللي تحبوا عليها. عنا البوتي فور هذاكا والصمصة كيف كيف موجودين، عنا الجلجلانية، عنا غريبة الحمص كيف كيف موجودة. هوني كعابر اللوزة هوكم، والكعك الورقة زادا كيف كيف تلقاوه، والبقلاوة. هوني البقلاوة راني عملتها كما طلبت مني أختي، تحب نسيت اسمها، حاجة ضيفي هكا، والله نسيت، هندا يظهرلي، هند هند ولا هندا. أون توكا عملت على خاطرها البقلاوة الأوراق باليد، معناها بالورقة بالورقة، بقلاوة تونسية تونسية يعني. تنوريكم الفيديو، نهبط لكم إن شاء الله الفيديو نتاعو. هذايا السابلي عملته عندي مدة، لك علاش السكر المحاور نتاعو تنحى. المقروض كيف كيف، والانواع نتاع السابلي هذوكم زاد بوتي فور هذاك من غادي كيف كيف. وهوني فكره تحفونه لقيتها نتاع هكايا جوابات مزيانين، هذوما تكتبوا عليهم الاسامي نتاع مثلا اللي يجوا باش يزوروكم نهار العيد وكل، ولا ولادكم كانكم في الغربه وكل، تكتبوا اسامي ولادكم حتى اساميكم انتوما، وحطوا فيهم فلوس والا هكا كارت بوستال حلوه مزيانه، المهبه العيد هذا فريمون احسن حاجه، معناها يجيك انسان هكا لدار ضيف، باش سورتو دار العائله ضيف باش يجي يعيد عليك وكل، تحط جوابات كيما هكا، تحطوا فيهم المهبه نتاعكم، وتحطوا عليها الاسامي نتاع كل نفر تعرفوهم، على سورتو الصغار تعرفوهم الصغار، وتكتبوا عليهم الاسامي، طيب يفرحوا يفرحوا، تشوفوا كيفاش بالحق تدخل الفرحه وتخليهم يبداو يستناو في العيد الجاي، والعيد معناها عيد الفطر واللي عنده قيمه عندهم. وهذه فكره كيما قلت لكم من الافكار اللي لقيناها، وهكا زينتها هذيا نتاع الضو هكا، حطيتها زيد خديتها تعرفوا هذه دول ديما تراها في فيديوهاتي، وهذوما المرايتات، المرايات كي يلبسوهم في الحفلات وكل شيء. هذيك هي الطاوله نتاعي، وان شاء الله من هنا لنهار العيد تبدا الطاوله هكا، نغلفهم جوست نغلفهم هكا، والطاوله تبدا منصوبه لنهار العيد. واحد بالحق يحس اجواء احتفاليه وهكا، احساس محلاه محلاه محلاه، سورتو كي تمشي باش تقضي تبدا فرحان باش تقضي، وتحط في بالك انت باش تقضي للعيد وكل، فريمون احساس ياسر ياسر روعه، حتى في غربه يحسك اللي انت في بين اهلك وناسك. ان شاء الله تجربوها، وان شاء الله بالحق تحيي العاده هذيا، ماهيش عاده هي عباده. انتو كا هو العيد الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا باش نظهروا الفرحه نتاع العيد، ونظهروا احتفالنا بالعيد وكل، اي حاجه نظيفه عنا جديده وكل نلبسوها لبسه العيد وكل، مش لازم واحد يتكلف، مش لازم واحد يخسر خسايره، مش لازم واحد يخسر فلوسه وكل شيء اللي بيه. ماشي انا نقولوا نحنا في العيد الميلاد، عيد الميلاد نلقاو كيفاش يصرفوا برشا فلوس في النفاس، كيفاش يصرفوا كيف كيف برشا فلوس في وقت اللي معناها الاهم، الاهم ان نرسخوا في عقليه اولادنا وكل، اللي هو العيد الصغير والعيد الكبير لازمنا نفرحوا بيهم بالقدي بالقدي بالقدي، ونعمل لهم جو احتفالي. علاش يبدا هكيكه معناها حلو وكهو ومشي من دار لدار هني وروح على روحك، ليه نعملوا زاد جو في دارنا نحنا، واللي جينا يبدا فرحان ويعرف اللي طاوله العيد استنى فيه، وسورتو الدار اللي تلموا فيها الكبارات الكل. وكهو ان شاء الله هذه فكره معناها توصل لكم وكل شيء، وان شاء الله تكون تعجبكم، وتقولوا لي عاد كان عملتوا هكا طويول نتاع العيد وكل شيء وعجبتكم الفكره وجربتوها، ابعثوا لي تصوركم على الفيسبوك، نلقاهم ونهبطهم ان شاء الله على الفيسبوك، والا نعمل لهم فيديو، كان جبتوا لي بعثتوا لي برشا تصاور نعمل لهم فيديو على اليوتيوب.
وان شاء الله عيدكم مبروك، وكل عام وانتم حيين بخير، وربي ان شاء الله يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الاعمال، وان شاء الله ربي يعاودوا علينا ولا محرومين ولا مفقودين، وكل عام وانتم حيين بخير. وبالمناسبه نقدم تحياتي لكل من القنوات التونسيه اللي باش تراوهم طوا، اللي تعبوا معاكم في شهر رمضان باش يقدموا لكم احسن ما عندهم. نخليكم مع بقيه القنوات.